بسم الله الرحمن الرحيم. هنتكلم اليوم عن آداب الشراب. زي ما تعلمنا آداب الطعام، الشراب كمان له آداب لازم نتبعها ونذكر بيها غيرنا. طب يلا نتعلمها. يلا بينا. بسم الله. أول شيء اتعودنا قبل ما نعمل أي حاجة بنقول إيه؟ بسم الله الرحمن الرحيم. برافو عليك. يبقى أول شيء من آداب الشراب لازم نعمله هو التسمية قبل الشراب، نقول بسم الله الرحمن الرحيم. وتاني شيء الشرب جالسا إلا لحاجة، يعني ما ينفعش أشرب وأنا واقف، لازم أكون قاعد إلا لو في ضرورة ومش هقدر أقعد، وقتها هشرب وأنا واقف، بس ما نكررش ده كتير لأنه أسلم لينا. طيب ليه لازم نشرب واحنا قاعدين؟ إحنا بنعمل كده لسببين. السبب الأول إن الرسول صلى الله عليه وسلم هو اللي أمرنا بكده، عليه الصلاة والسلام. والسبب التاني إن لما نكون قاعدين المية بتنزل في المعدة بسهولة وبتختلط بالعصارة اللي موجودة في المعدة، فتقتل أي جراثيم أو ميكروبات موجودة في المية دي، والمية بتمشي بسرعة جوه جسمنا، مش زي الأكل بيقعد شوية في المعدة. وإحنا قاعدين المية كمان مش هتضر المعدة، هتنزل بالراحة على الجدار بتاع المعدة، فمش هتسبب أضرار للمعدة زي الارتخاء، وكمان مش هتروح بسرعة للكبد، فمش هيسبب لنا مشاكل على المدى البعيد. عشان كده كل أمر بيأمره لنا الرسول صلى الله عليه وسلم بيكون لنا فيه خير. عليه الصلاة والسلام. يبقى كده عرفنا شرطين من آداب الشراب، الأول التسمية والثاني الشرب جالسا. ثالث حاجة إن احنا نشرب بإيدينا اليمين، ورابع حاجة نشرب على 3 مرات وما نتنفسش داخل الإناء. وده معناه ايه؟ معناه إننا نقرب كاسة المية ونشرب مرة وبعدين نبعدها ونتنفس، وبعدين نقربها تاني ونشرب كمان مرة وبعدين نبعدها ونتنفس، وتالت مرة نشرب لحد الارتواء، يعني ما نبقاش عطشانين. وطبعا ده أصح شيء للمريء، زي ما الرسول صلى الله عليه وسلم ذكر إن شرب الماء على 3 دفعات أروى وأمرأ وأبرأ. وأمرأ هنا جاية من المريء اللي بيمر فيه الطعام والشراب عشان يمر فيه بسهولة ويسر وما يسببش لنا مشاكل. رابع حاجة بعد الانتهاء من الشراب بنقول الحمد لله. الحمد لله. وكمان في حاجات لازم نعملها بخصوص الإناء اللي بنشرب فيه. ما ينفعش نشرب من إناء مصنوع من الذهب أو إناء مصنوع من الفضة، ولا نشرب من فم الإناء الكبير خصوصا لو كان مشترك بيننا وبين ناس تانية. وده يعني ايه؟ يعني ما ينفعش مثلا يكون عندنا زجاجة مية كبيرة للكل وحد يروح يشرب من فمها بدون حاجة، يعني تجيب كوب وتصب فيه المية اللي تحتاجيها وما تشربيش من فم الإناء. فهمت. يبقى تعالي نقول الآداب كلها. أول حاجة التسمية بسم الله الرحمن الرحيم، تاني حاجة الشرب جالسا، تالت حاجة الشرب على 3 مرات وعدم التنفس في الإناء، رابع حاجة الحمد بعد الانتهاء من الشراب، خامس حاجة عدم الشرب من فوهة الإناء، سادس حاجة عدم استخدام إناء من الذهب أو إناء من الفضة. وبكده نكون خلصنا آداب الشراب، وأتمنى كلنا نتبعها. واستنونا في آداب جديدة من آداب الإسلام نتعلمها في حياتنا اليومية.